السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على أهل الخير. رزق الناس ما ينقص من أرزاقنا شيء، سعادة الناس ما تنقص من سعادتنا شيء. لذلك الإنسان يقنع بما أتاه الله في الحديث يكون أغنى الناس. الله عز وجل قسم الأرزاق، هذا أغنى من هذا، هذا أفقر، هذا عافيته أكثر، هذا عنده عيال أكثر، هذا موظف طبقة عالية، هذا أقل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات. نهاية الآية ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن هذه الحظوظ والقسمة من الله سبحانه وتعالى، مع أنها حظ في الدنيا لكنها اختبار. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني نختبرهم. فهذه الاختبارات وهذه الحظوظ اللي في الدنيا اختبار، لكن في الآخرة جزاء، تجازى على ما أعطيت وعلى ما تفضلت وعلى هذه الحظوظ اللي جتك. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هذا الحظ اللي الله عز وجل أعطى فلان أكثر من فلان، يعني قدره، الله عز وجل كتبه بمسمى، يعني بعضنا يسميه حظه، قدر الله، يعني يدخل في قدر الله سبحانه وتعالى. هذا سوف يسأل عنه. لذلك فقراء المسلمين يدخلون قبل أغنياءهم بأربعين. جماعة الخير، أن الإنسان ينظر لمن هو أعلى منه ولا ينظر لمن هو أدنى منه، هذه المشكلة عندنا كبيرة جدا. أن يسافرون وفالين وعايشين حياتهم ومبسوطين، وبعضهم حتى كفار يعني، وبعضهم حتى عاصين وعرف عنهم هذا الشيء. أخي، الجنة في القلب. الله عز وجل يقول لي: من خاف مقام ربه جنتان. من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. جنة هنا مهو بكل شيء مال. يا أخي، يكفي تنام وانت مرتاح البال، يكفي تنام وأنت راضي على اللي عندك، راضي في رزقك، راضي عن الله. راضي عن الله شلون يعني؟ راضي بقضاء الله وقدر الله. نهاية الكلام أن نرضى بما أعطانا الله عز وجل، ونعلم دائما ونتذكر أن سعادتهم أو حزنهم ما يؤثر علينا نحن، يعني ما ينقص من سعادتنا ولا ينقص من أرزاقنا ولا شيء، لكن نحزن لحزنهم ونفرح لفرح المسلمين. لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. نتمنى لهم الخير وندعو لهم بالبركة وندعو لهم بالهداية. فلازم هذا يصير عندنا تصور مع دخول هالناس هذه كلها، وأنه يناظر في السوشيال ميديا ويناظر الطبقة اللي أعلى منه ويناظر المشاهير ويناظر فدائما تذكر أن هذا كله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وليس أكثر عملا، أكثر مال، أحسن عملا. أحسن معناها أصوب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وأخلص لله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم.